نحييكم إلى تفاصيل الملف الأول. منذ بداية العام الحالي تشهد محافظة جنين العديد من الاقتحامات والمداهمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية التي تقول إن هدفها اعتقال مطاردين. آخر هذه الاقتحامات كانت اليوم وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص ونحو 20 جريحا من الفلسطينيين وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل فلسطيني آخر في رام الله. وفق شهود عيان بدأت عملية الاقتحام صباح اليوم بدخول سيارة مدنية مخصصة كانت تقل قوات خاصة إسرائيلية وكانت تهدف لاعتقال مطاردين. ووفق الرواية الفلسطينية فإن اشتباكات اندلعت بين شبان فلسطينيين وهذه القوة الخاصة الإسرائيلية بعد كشف أمرها، ولتخليصها استخدم الجيش الإسرائيلي قوات عسكرية كبيرة، ما تسبب في مواجهات عنيفة أدت لسقوط قتلى وجرحى من الفلسطينيين. وفق رواية الإسرائيلية فالعملية استهدفت مطلوبين من حركة الجهاد الإسلامي كانوا يخططون لتنفيذ عملية كبيرة في الداخل الإسرائيلي. هذه الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية هي شبه يومية، وهو وضع يتحمله الفلسطينيون كل يوم، ولكن الوضع في جنين مختلف بعض الشيء بوجود عناصر مسلحة تابعة للتنظيمات الفلسطينية قادرة على مواجهات القوات المقتحمة، ما قد يعطي هذه المواجهات أبعادا أخرى. منذ بداية العام قتلت القوات الإسرائيلية 30 فلسطينيا، منهم 19 من محافظة جنين فقط. شهدت محافظة جنين منذ بداية العام نحو 15 اقتحاماً للمدينة والبلدات المجاورة بهدف تنفيذ عمليات اعتقال واستهداف مطاردين. مخيم جنين فقط شهد منذ بداية العام 2 اقتحامات. الاقتحام الأول قتلت القوات الإسرائيلية 2 شخصين، أحدهما من المقاتلين الفلسطينيين والثاني أستاذ مدرسة. الاقتحام الثاني حدث اليوم وقتلت فيه القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من رام الله محمد الهواش المحلل السياسي، أهلا بك، ومن القدس شلومو جانور المحلل السياسي، أهلا بكم ضيفي. واسمح لي أن أبدأ من القدس معك سيد شلومو. سيد شلومو، في الواقع مراقبون يصفون عملية دخول القوى الخاصة الإسرائيلية إلى مخيم جنين بالعملية الخطيرة، وهي الأروع خطورة أقصد منذ فترة. فيتساءل بعض، هل هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة أقصى اليمين الإسرائيلية؟ لا أعتقد ذلك، أن هذا يتوقف على نوعية الحكومة الإسرائيلية، بل المعلومات الاستخباراتية التي تعمل بموجبها القوات الأمن الإسرائيلية دلت اليوم على اعتزام الخلية من المسلحين المقيمين داخل مخيم جنين بالقيام بعملية إرهابية داخل إسرائيل، وهذه هي عملية بمثابة قنبلة موقوتة كان يجب تفكيكها بسرعة، ولذلك تمت العملية صباح اليوم. العملية تمت وتم استسلام 2 من المطلوبين 3 في حين قتل 1 منهما وفر آخر واستسلم الرابع. القتلى الآخرون الذين وقعوا كان نتيجة التصادم وإلقاء القذائف وإطلاق النار من جميع النواحي في المخيم على القوة الإسرائيلية. البيت الذي تحصن فيه داخل المطلوبين كان في وسط المخيم، وهذه العملية ولكن هذه المواجهات سيد شلومو كانت منتظرة، لأن القوات الخاصة الإسرائيلية تقول بأنها دخلت لمحاولة إلقاء القبض على مطاردين، وحضرتك تعرف بأن من يتواجد داخل المخيم منهم من هو مسلح، ولكن راح ضحية هذه العملية أبرياء، كذلك سيدة مسنة وآخرون. وهنا سؤال سيد محمد، هل ترى كضيفي بأن هذه العملية هي عملية محدودة، هي تستهدف مجموعة فقط، أو أن هذه العملية قد تأخذ أبعادا أخرى ولها علاقة بحكومة أقصى اليمين الإسرائيلية؟
مساء الخير لك وتحية للجمهور وللمشاهدين. للأسف الشديد ما زالت إسرائيل تنظر يعني بطريقة يعني عنصرية إلى الفلسطينيين، لا تعترف بهم كشعب، لا تعترف بحقوق لهم. أيضا يعني جزء من منظومة السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية تنميط الفلسطينيين باعتبارهم إرهابيين وقنابل موقوتة أينما وجدوا، بما في ذلك لو كانوا أطفالا أو كانوا نساء أو كانوا شيوخا في بيوتهم. هؤلاء من وجهة نظر الإسرائيليين العنصرية هؤلاء قنابل يعني يستحقون القتل في أي لحظة. هذا منطق عنصري مرفوض، خارج المنطق، خارج القوانين، خارج القانون الإنساني الدولي، وهو جزء من سياسة إسرائيلية متكاملة. هذا يعني الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليس لديها سياسة إلا الأمن والقتل فقط للفلسطينيين. على الفلسطينيين أن يتدبروا أمرهم خارج الأراضي الفلسطينية. هذه الأراضي منحت من الإله الإسرائيلي، إله إسرائيل للإسرائيليين، وعلى الفلسطينيين ألا يعني يطالبوا بحقوق في هذه الأرض، وألا يطالبوا بحقوق في الحياة، وألا يطالبوا بأي شيء. هذه النظرة العنصرية ويعني المتعجرفة والمتغطرسة يعني خارج المنطق، وخارج أيضا يعني التفاهم الدولي، وخارج التفاهم العربي. والفلسطينيون لا يأبهون بكل التنظيرات وكل يعني التصنيفات والتوسيم أو يعني واسم الفلسطينيين بهذه الأوصاف السخيفة التي يتحدث بها القادة الإسرائيليون بفخر وباعتزاز، وعلى المنابر للأسف على المنابر المحلية والدولية من دون يعني عقاب ومن دون لفت نظر. نحن نعرف أنه منذ سنوات انتخب رئيس حزب في النمسا، رئيس حزب الحرية يورغ هايدر، وكان حزبا يعني يوصم بأنه نازي، وعندما يعني انتخب انتخاب رسمي في عملية ديمقراطية قرر الاتحاد الأوروبي مقاطعة النمسا فورا، فقدم استقالته فورا من دون أي مشاكل سياسية. نحن نرى عنصريين ومتطرفين ولصوص أيضا ولصوص ومجرمون أمام المحاكم الإسرائيلية، تحاكمهم المحاكم الإسرائيلية، يريدون أن يفرضوا يعني مفاهيم مختلفة عن السياسة التقليدية والكلاسيكية والمتعارف عليها. يريدون أن يقتلوا الفلسطينيين، يقوموا بعمليات تطهير عرقي في أكثر من موقع في الضفة الغربية، يقومون برصف الضفة الغربية بالمستوطنات، ويطالبون يعني الفلسطينيين بأن لا يقوموا بأي حركة، وأي حركة احتجاج لا يقوموا تسمى بأي إرهابا. هذا المنطق يجب أن ينتهي، والفلسطينيون لن يقبلوا أن يستمر هذا الوضع. طيب سيد شلومو، كيف تفسر تضارب نتنياهو بين أقواله وأفعاله؟ هو في أقواله يحرص على أن يؤكد، وآخر تصريحاته كانت للعاهل الأردني يقول بأنه الأمور ستكون مضبوطة، كذلك حتى الجانب الأمريكي أكد ذلك. ولكن ما نتابعه منذ تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة ومنذ تسلم أو اتحاده مع اليمين المتطرف، نلاحظ بأن بن كفير مثلا يذهب ويتجرأ على المسجد الأقصى لأكثر من مرة ويؤكد بأنه سيعود، ونلاحظ كذلك بأن هذه العملية هي عملية راح ضحيتها مجموعة من الفلسطينيين، وهناك حتى حديث عن أن هذه قطرة يعني من فيض ما يمكن أن يحدث إذا ما توسعت هذه العمليات. هذا التضارب بين الأقوال والأفعال نتنياهو كيف نفهمه؟ أولا سيدتي، ليس لا أريد النزول إلى المستوى الذي تحدث إليه الضيف. اسمح لي سيد شلومو أدير الحوار، وهو لم يقل أي شيء، لم يتجاوز. هو تحدث عن وضع قائم يراه بأنه هناك تعدي، ووصف هذا التعدي كما يراه هو. تفضل، نحن نتحدث عن التضارب في أقوال وأفعال نتنياهو. نعم، في إسرائيل ليس هناك لصوص وليس هناك قادة نازيين، بل نظام ديمقراطي، وتم انتخاب نتنياهو بصورة حرة وبصورة ديمقراطية، وهذا ليس في السلطة الفلسطينية. وهتلر انتخب بصورة ديمقراطية أيضا، النازي هتلر، المجرم هتلر انتخب بصورة ديمقراطية.
لتجرب ليجرب الفلسطينيون أن ينتخبوا زعيمهم بصورة ديمقراطية وبعدها نتحدث. أوكي، الزعامة الفلسطينية لا تعرف كلمة ديمقراطية، وليس هناك انتخابات. ذكرني آخر مرة تمت الانتخابات قبل 17 سنة، يعني من لا وجود للانتخابات لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. الديمقراطية لا تقتصر على انتخابات، الديمقراطية مفهوم واسع جدا، ليس الانتخابات فقط. دعيني أرجع للموضوع، دعيني سيدتي أرجع للموضوع. تفضل. لولا الفراغ الأمني الذي بسبب تصرفات السلطة الفلسطينية لما كانت إسرائيل قامت بالعملية صباح اليوم أو أمس، وبالعمليات الأخرى التي قد تقوم بها نتيجة الوضع الأمني أو الفلتان الأمني الموجود في الضفة الغربية. ولكن سيد شلومو، قد يقول لك بعضهم بأنه إن ستصف السلطة الفلسطينية وستحملها مسؤولية ما اعتبرته فلتان أمني، أنتم تنسقون معها، فأنتم كذلك تتحملون جزءا مما اعتبرته فلتان أمني. التنسيق الأمني هو بمعنى الكلمة، أفراد القوات الأمنية الفلسطينية لا يدخلون منطقة جنين، لا يدخلون منطقة نابلس، ولذلك الفلتان الأمني هو لأسباب فلسطينية داخلية، ولذلك ما نرشده اليوم هو بمثابة ليس فلتان بل لا أريد أسميه أكثر من ذلك. قانون الغاب هو الذي يسيطر هناك، وإسرائيل للاندفاع لحماية مواطنيها وسلامة أراضيها وسلامة مواطنيها ومصالحها. طيب، ولكن سيد شلومو لم تحدثني إن سمحت لي عن تصريحات وأفعال هذه الحكومة، يعني تصريحات نتنياهو وما نراه من هذه الحكومة من ترتيبات أمنية إلى آخره. هل هناك تضارب؟ لا أعتقد هناك تضارب، لأن السياسة التي تمر بها إسرائيل كانت خلال الحكومات السابقة، حكومة بنت، حكومة لبيد، والوضع التصعيدي القائم والتدهور الأمني القائم في الضفة الغربية ليس وليدة الشهر الأخير بل وليدة أكثر من سنتين، أي ليس في عهد نتنياهو ولا دافع عن نتنياهو. لذلك ما تعهد به نتنياهو للعاهل الأردني هو بالنسبة لعدم تصعيد الوضع في واحترام الوضع في الوضع القائم في المسجد الأقصى، إلا أنه بعد هذه التصريحات بساعات قليلة خرج بن كفير وتحدث عن أنه سيذهب وسيزور المسجد الأقصى مهما كلفت الظروف. نتنياهو غير قادر على ضبط الأمور، على ضبط حكومته على ما يبدو. أستاذ محمد، طيب خلينا نمر من هذه النقطة لنتحدث على تداعيات هذه العملية. أستاذ محمد، المخاوف في تفضل سيد شلومو باختصار. يسمح للزوار الإسرائيليين بزيارة هذا المكان، يمنعهم أداء صلاة، ولذلك الحديث عن قيام بن غفير بعدة مرات بزيارة الأقصى هذا غير طيب. مظبوط. هذا قوس فتحناه نغلقه لنتابع تداعيات هذه العملية. سيد محمد، يقول البعض بأن المخاوف إذا تمددت هذه العملية وإذا توسعت في بقية المناطق الفلسطينية، هل هذا وارد؟ يعني هذه الحكومة لا يستبعد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا يستبعد أن تقوم بأي يعني أعمال خارج القانون، كما يصرح يعني وزراء يعني مهمون جدا ويتسلمون مناصب مهمة جدا يعني من حزب يعني الليكود إلى حزب يعني بسلايل سموتريتش وبن غفير، ويعني كل الحكومة بما في ذلك يعني الأحزاب الدينية، حزب شاس اليميني المتطرف الذي يدعم بنيامين نتنياهو بكل ما أتي من قوة، وهو عمليا هو الذي يدير هذا الائتلاف مع بنيامين نتنياهو. هذه الحكومة لا ترى في الشعب الفلسطيني يعني شعبا، لا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا بحقوق للشعب الفلسطيني، وتسمح مقابل مصالح شخصية لهذه الأحزاب ولأنصار هذه الأحزاب، تسمح بأن تتصرف هذه الأحزاب التي لها موقف يميني متطرف من كل شيء،
نعم. بما في ذلك داخل إسرائيل هم يفكرون بإخراج أحزاب إسرائيلية خارج القانون، وبالتالي هذه الأحزاب يعني لا يستبعد أن تقوم بأي أعمال. والفلسطينيون يدركون تماما بأن هذه الحكومة نوت ووضعت في مناصب حساسة في هذه الحكومة أشخاص متطرفين، وزراء، سموتريتش في وزارة الأمن، شخص وزير ثاني في وزارة الأمن، نعم. وأيضا بن غفير وزير للأمن طيب. القومي ومسؤول عن الشرطة نعم. وعن حرس الحدود ومسؤول أيضا عن الاستيطان وبالتالي يعني هذه الحكومة لا يستبعد أن تقوم بأعمال من شأنها يعني أن تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها. ولكن أستاذ محمد أن هذا هو السؤال يعني تغيير محمد. الأمر الواقع في الأراضي المحتلة. مخاوف صحيح، ولكن هل هناك مخاوف من أن تتوسع أو من أن تكون هذه العملية التي شاهدناها وتابعنا تفاصيلها في مخيم جنين أن تكون انطلاقة لتشعل فتيل احتجاجات أوسع؟ هل هناك مخاوف من ذلك؟ نعم، هذه الأعمال إذا تكررت وإذا استمرت وإذا يعني بما في ذلك الأقوال التي والتحريض الذي تقوم به هذه الأحزاب في الائتلاف الحكومي ضد الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني وضد العرب وضد اليساريين داخل إسرائيل وضد أحزاب في الوسط وضد اليمين الليبرالي في إسرائيل، هذه الحكومة لا يستبعد أن تفجر الأوضاع مع الفلسطينيين كي يعني تتهرب من استحقاقات داخلية في إسرائيل، ربما تدمج هذه الأشياء، تدمج الموقف العنصري الشامل من الفلسطينيين والموقف العدائي من الفلسطينيين وعدم الاعتراف بالفلسطينيين مع يعني الموقف من ما يسمى بالديمقراطية الداخلية في إسرائيل، معنى إخراج أحزاب إسرائيلية خارج القانون ويعني اتهام الأحزاب اليمين الوسط واليمين الليبرالي بأنها أحزاب خائنة وبأنها أحزاب يعني خارج القانون، وبالتالي لا يستبعد يعني نحن الفلسطينيين لا نستبعد أن تتوسع أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأن تتسع معه الاحتجاجات وأن أن 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 لا يعرف أحد كيف تتوجه أو كيف تتطور الأمور إلى مواجهات إلى حرب إلى أن تبدأ غزة تدخل على خط المواجهة وتندلع حرب من قطاع غزة أيضا، هذه أمور يعني يتوقف على مستوى يعني الاستفزازات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. ولكن يقول البعض أستاذ محمد صحيح ولكن تغيير الأمر الواقع في القدس ولكن وفي الضفة الغربية، يقول البعض كذلك بأنه بعض المراقبين يقولون بأنه إسرائيل تجرأت على مثل هكذا خطوة في ظل تفتت الصف الفلسطيني، حماس لم ترد على أكثر من قصف إسرائيلي على الجهاد، بالتالي ليس منتظر كما يقرأ الإسرائيليون بأن تكون هناك رد فعل من قطاع غزة. ولكن سنتابع الموضوع. تحدثت سيد شلومو عن وحدة الصف الفلسطيني باختصار شديد، هل عدم وحدة الصف الفلسطيني جعلت أو دفعت بالجانب الإسرائيلي على الإقدام على مثل هكذا خطوة باختصار؟ كلا مثالا على ذلك هو موضوع الهدوء الذي يسيطر على حدود قطاع غزة، وهذا يعود للمصلحة الفلسطينية التي ترى بها حماس بأنها مصلحة عليا لضمان الرفاه سكان قطاع غزة، لتشغيل عمال غزة داخل إسرائيل، لتقليص نسبة البطالة، الاعتماد على الصادرات عبر إسرائيل والاستيراد أيضا، ولذلك حماس تحافظ على الهدوء. ولكن من جهة ثانية حماس تحاول إثارة القلاقل في الضفة الغربية بعد وضحت فكرة حضرتك. وفي كل الحالات سيبقى لهذا النقاش بقية، أعذرني على ضيق الوقت، من القدس شلومو جنور المحلل السياسي، ومن رام الله شكرا جزيلا على حضور حضرتك محمد الهواش المحلل السياسي، شكرا لكم.